إنجيل باكر 15 طوبة مستلف 8 توت من مزامير أبينا داود النبي. أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، جعل فيهما أقوال آياته وعجائبه كي يحفظوا حقوقه ويطلبوا ناموسه. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وأصعدهم على جبل عال منفردين وحدهم، وتجلى قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وابيضت ثيابه كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا له يخاطبانه، فأجاب بطرس وقال ليسوع: يا رب، إنه حسن لنا أن نكون هاهنا. أتشاء أن نصنع هنا 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة قد ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي سرت به نفسي فأطيعوه. فلما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء إليهم يسوع ولمسهم وقال لهم: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا عيونهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم منحدرين من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بالرؤية إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. والمجد لله دائماً.